السلام عليكم. اهتزت ولاية خنشلة أمس على وقع حادثة رهيبة تمثلت في أخذ جثة بالقوة من مستشفى الولاية والاعتداء على الطاقم الطبي. وحسب بيان تم تداوله، فإن مصلحة الاستعجالات الطبية في المستشفى الجديد الشاذلي بن جديد وسط المدينة كانت قد استقبلت مريضة مرفوقة بذويها من بلدية بابار، وقد جرى إسعافها وعلاجها إلى أنها فارقت الحياة بعد ذلك بوقت وجيز، أين تم وضعها في الجناح المخصص لحالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا على ذمة الحصول على التحاليل اللازمة، وهو ما دفع بأقارب المتوفاة إلى إحداث فوضى داخل أجنحة المؤسسة، ولجأوا إلى استعمال القوة لإخراج الجثة من دون انتظار نتيجة التحاليل ونقلها مباشرة إلى مقر سكنها في بلدية بابار قبل أن تتدخل مصالح الأمن التي دخلت في مفاوضات انتهت باستعادة الجثة وتحويلها إلى المصلحة المخصصة في مستشفى ششار على ذمة إخضاعها للتدابير والإجراءات المعمول بها في الحالات المماثلة بموجب التعليمات التي ستصدر عن نيابة المحكمة المختصة.